النهاردة أول يوم في مهرجان شي آرتس اللي هو خاص بفنون المرأة بشكل عام، المزيكا، الرقص، كل حاجة، يعني التمثيل، كل حاجة. والنهاردة يعني ليا شرف ان انا ابقى الاوبننج اكت. يعني على حسب كل واحد قد ايه موهوب وقد ايه مذاكر وقد ايه، لانه المزيكا مش قرار ان هي تتعلم آلة او حاجة زي كده او ان هو يتعلم آلة. هي المزيكا في الاخر موهبة بيطلع منها مذاكرة الموهبة دي، فبالتالي بنطلع موسيقيين او بنطلع عازفين مغنيين. فبصراحة الموضوع بتاع انه يبقى البند كله بنات ده لو صدفت وبقى في بنات كتير اتجمعت وشايفين ان هم عندهم نفس التوجه الموسيقي وكلهم مبسوطين بأداء بعض موسيقيا يبقى حاجة هايلة طبعا. لكن ان هو يتعمل عن قصد دي اشك فيها شوية. يعني انه احيانا اصلا الفرقة بتبقى مثلا فيها بنتين واربع ولاد وبيبقى مثلا اداء بنت وولدين وحش بس الباقيين تمام. يعني قصدي بتفرق تماما في موضوع دراسة الآلة والمزيكا والحاجات دي. يعني اعمل دويتو مع معظم الناس، يعني انا بحب اعمل اصلا مزيكا طول الوقت، تعاون ما بيني وما بين فنان تاني. فعندي طبعا طموح كبير ان انا ثلاث ارباع مثلا البروديوسرز الميوزك بروديوسرز الموجودين في السوق دلوقتي اشتغل معاهم اكيد، زي مثلا ابو يوسف نفسي اعمل معاه اغنيه جدا مثلا، زي حازم شاهين مثلا نفسي اعمل معاه اغنيه جدا. بفهمه يعني دلوقتي انا في الوقت الحالي اون ذا سبوت بفهم ايه الموضوع، ايه الميوزك برودكشن بتاعه، ايه الموضوع بالظبط يعني جواه، يعني بفهم الموضوع. والله ما اقولش لا ابدا، ليه لا طبعا بحبه جدا وبحب الاغاني بتاعته وبحبه كممثل. يمكن سنجل تراك، يمكن يطلع سنجل تراك الفتره اللي جايه دي، انا مش عارفه امتى بالظبط، بس هو اول ما هيخلص اكيد هطلعه على اليوتيوب. يعني غير الشيخ امام في حياتي من خلال يعني مذاكرتي ليه او عشتي مع مزيكته او كل الحاجات ديت، حصل في تاني البوم ليا كان اسمه حلاولة وكان فيه 6 اغاني للشيخ امام، والاغاني دي احنا اخدناها ناحيه الالكترو بوب ميوزك، ودي بالنسبه لي هي مرحله تطوير الشيخ امام مثلا في المزيكا بتاعتي. يعني هروح بالمزيكا بتاعته في حته ثانيه؟ لا، ممكن اتطور على مستوى الالات، ازود التريو، يزيد اله ينقص اله، نشوف الايقاع هيبقى عامل ازاي. لكن ان انا اوديه جونرا ثانيه او اوديه مثلا نوع مزيكا ثاني، حاسه ان انا خلاص جربت معاه ووصلنا لحاجه لمعادله حلوه. والله مش بقيت اغني شعبي خالص، ما هو عدويه بيغني شعبي. يعني قصدي هي الفكره برضو انه مش حمو بيكا وبس هو اللي بيعمل حاجات، يعني في حاجات محتواها كويس، في حاجات المزيكا بتاعتها كويسه، وفي حاجات ناس بتغني صوتها حلو، في ناس بتغني هاي بروديوسد مزيكا. يعني فهي مختلفه جدا الاذواق والسوق، بقى في فرايتي رهيب دلوقتي، بقى في تنوع رهيب، ما بقاش حد بيمثل مثلا نوع مزيكا، فاهمه قصدي؟ فعشان كده ما اقدرش ارد قوي في الحاجات دي. ممكن تغني ليه لا؟ ليه لا؟